السلام عليكم، معكم محمد سكيورتي من شبكة نت اونلاين. شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم درسنا هو استهداف طريقة استهداف سيرفر والوصول للهدف، الدرس الخامس من دورة اختراق المواقع. طبعا شباب، نستهدف سيرفر، طبعا يتم عن طريق موقع بينج. نروح الموقع بينج، ندخل بينج.com. نشوف بس مثلا عندنا موقع، شلون ناخذ السيرفر ماله، العفو اي بي السيرفر. هسه مثلا اي شيء نشوفه، اي موقع، نشوف طريقة استخراج الاي بي سيرفر. هسه نشوف هسه هذا، هسه نشوف هسه الموقع، هذا الموقع ناخذ الاي بي ماله. طريقة تاخذ الموقع كوبي، نفتح السي ام دي من هنا، اوكي، نضع بينج. هسه طبعا الشرح توضيح، شوي شوي راح هذا الاي بي مال السيرفر، هسه هذا نفسه، هذا الاي بي مال السيرفر. تقدر من خلال اضافة بالفايرفوكس، وهي هاي الاضافة، تقدر تسوي كوبي للاي بي، تروح تاخذ البنك اي بي، هذا هو اي بي سيرفر، هو عليه هسه موقع واحد، هو هذا الموقع هذا. احنا نشوف انه سيرفر بي هواي مواقع، هسه انا نشوف انه سيرفر مال اي بي هسه هذا. نشوفه، هاي الإضافة هي اسمها، هاي الإضافة فلاك فوكس، أسفل الفيديو رابط تحميل. هاي قاعد نشوفها هسه هنا، طلعت المواقع على السيرفر، هاي المواقع على السيرفر هنا عندنا، هاي نشوف كل المواقع. طريقة استهداف السيرفر هي كالتالي، أولا نبحث على ثغرة معروفة طبعا، بي اتش بي، هي ثغرة ال اس كيو ال، بي اتش بي اي دي يساوي هذا المتغير. انا مود نشوف ال اصلات هاي المواقع هنا، نفتحها، هاي طريقة نفتح، هسه نشوف هسه هذا الموقع، نضع هاي النقطة، شوف ما صار اي تغير، كل شي ما صار غي، شوف هذا ما بي متغير، لا هسه هذا، هسه ما بيهم نلغي. وايضا نشوف بعد، نشوف هسه هذا المواقع، اها هسه هذا شنو، هذا بي خطأ بالقاعدة، قاعد اقول لك اكو خطأ. ناخذه برنامج الهابجي، نقدر نحق نحقن يدوي، ماكو فرق، نشوف اذا ما طلع من الهابجي نحق نحقن يدوي. نشوف برنامج الهابجي، شباب لايك صفحة شبكة نت أونلاين للحصول على إشعارات، دائما ننزل أدوات اختراق المواقع وشروحات ما ننشرها على اليوتيوب بالصفحة، تابعونا للحصول على آخر الأخبار. سلام عليكم، فتح شوف بعد هالمواقع، خليهم تخلي الموقع هذا هو، تخلي بس الرقم مال المتغير.
اسوي هذا الملف المصاب، هذا المين جاليري كله هو المصاب. سلام عليكم. صار هنا اكو خطأ ماي اس كيو ال، هم ناخذه سنشوف. خلي هاي، شوف الثاني. هاي اول طريقة هي الاستهداف السيرفر عن طريق ثغرات ال SQL حقين يدوي. شوف مثلا ثغرة ابلود بالسيرفر كلها ماكو مراكز رفع، نحاول نستغلهن. هاي ناكو رفع، شوف خلي شوف هذا مين تخليها. بس ندوس هذا get data. طبعا هذا اذا ما يحقن مباشرة حقن يدوي، خطيات بسيطة. بس شوف هذا بي ثغرة رفع ابلود هذا الموقع، نرفع عليه، نكتب اي شيء، نكتب يلا اي شيء. خاف بيتحقق من الايميل، خلينا نكتب عادي فون نمبر، ما بي سليكت هذا، لا هذا نرفع ان السيارة الشيل يعني نختار ان الشيل لازم صيغة جي بي جي. هذا رفعناه، شغل تامبر داتا شرحناها بالدرس الماضي. خلنا هاي هنا طلعت منه، شو بس ننتظر. دور على اسم الشيل، شوف اسم الشيل هسه هنا وين هو، هذا هو. بستغل جي بي جي توخرها بدها تكون بي اتش بي، سو اوكي. لازم نشوف بالله الرفع، لا ما الرفع هسه انا قاعد اقول لك بي اتش بي ابلود، اكتشف بي اتش بي هو اصلا بالاصل مركز رفع، ف عليه حماية قوية. نشوف الملحقين هسه شلون استخرج لنا هاي المعلومات. نشوف الموقع، نشوف الموقع مالنا هذا. نكتب ادمن، عليها فوربيدن. نشوف بالله بي اتش بي ماي ادمن. هاي نوت فوند يعني شنو؟ يعني هي ادمن نفسها، هي هاي نفسها ادمن بس عليها فوربيدن. نشوف الاي بي نحاول امريكي،
غير لايبين. شوف غير مصطفى. المهم شباب، إن شاء الله بعد الدرس نشوف نبحث لوحة التحكم، هواية وطرق وبرامج، بس على مود الدرس لا يصير وقت طويل. شو هذا الموقع همين استخرجها ما استخرجها، استخرجها get table بعدين نشوف هذا وهكذا. ثغرة الرفع هسه هاي مراكز الابلود، هاي لا مو ها، شوف لنا فد موقع، شوف هسه هذا نفسه. هذا يوزر نيم، نشوف بس هذا الموقع. هاي مدونة، هاي ما بيها مرة اعتقد ما موجود بيها. المهم شباب، نبحث على هسه السكريبتات الموجودة، نشوف باورد باي، باورد باي ووردبريس. هاي البحث على المواقع الووردبريس الموجودات، هسا هاي المواقع ووردبريس. شو بالنا هذا، انا ما تفتح شو بس هذا وورد بريس، هذا ونتأكد منه هو وورد بريس، تخلي ويب ادمن هنا، ويب ادمن هسه نشوفه لو حتى هاك ما اثنان، من هو وورد بريس.
ساعتها هذا مبين بعد هذا وورد بلس. نشوف شلون يعني نستغل هاي الثغرات وورد بلس. نشوف بهاي الإضافة الموجودة الإصدار مالها 3.9.6. نشوف هذا بي ثغرات لا ما بي ثغرات. نروح الموقع هو الداتابيس. هاي الطريقة أفضل، الطريقة اليدوية أفضل تستخدمها وطريقة ناجحة لاختراق المواقع. مثلا أنا أدمن شوف اللوحة، هاي اللوحة مالتها. شوف هسه هاي اللوحة، هاي اللوحة عندنا استخرجتها. نشوف هسه هو ادمن ندخل عفوا. ادمن بس هي يعني المشكلة حتى يعني اللوحة هي مصابة، فما يعني مشكلة دخولها. هو يعني شرح مبسط عن هاي الثغرة اللي قاعد نحاول نستغلها، شلون نستهدف سيرفر نوصل الهدف. عندنا اكو يوزر ثاني، هذا اليوزر هذا الباسورد. ايضا نفس الحالة المشكلة بالقاعدة مال البيانات. نترك الموقع عوفة او نشوف الحل بعد الدرس. نشوف هسه مؤخر الهاوجي كمل. هسه احنا قلنا وصلنا بالورد برس، قاعد نستهدف مواقع الورد برس على السيرفر، هاي استخرجناهن. هسه هنا هاي التوحج عليها قلنا شلون عرفه بين هو باورد باي وورد بريس. خلي ويب ادمن طريقة سهلة جدا، مبينة اسفل، تصير اسفل دائما اسفل الصفحة باورد باي وورد بريس. هسه شو مثلا نجي نستهدف هذا نشوف الاصدار ماله بهاي الاضافة 3.9.6 وورد بريس 3.9.6. نجي للسيرش، وانا السيرش شوف السيرش مالي السيرش. ثلاثة بوينت تسعة بوينت ستة. خلي هنا وورد بريس 3.9.6 سيرش. بدل ما نستخدم سكريبتات مال البحث عن الثغرات، غير شوي سنة ماكو. شوف الموقع سي سكيورتي. نبحث عنه. درس صار كلش طويل. هسه اشوفه والله.